بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا وقائد دربنا وشفيعنا في عرصات يوم الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نتشرف في هذا اليوم المبارك باستقبال ثلة من أهل الله تبارك وتعالى حملة كتاب الله الذين شرفوا من قبل الله ومن قبل رسوله ومن قبل المؤمنين أن يؤم الناس في المحاريب وأن يعظ الناس وأن يوفر الأمن الروحي الذي يعتبر أصلا لكل أمن في هذه الدنيا وفي الآخرة. أتشرف أن أستقبلهم في بيتي وقد جاءوا بإذن الله تبارك وتعالى من مدينة ميدلت. هم يعرفون طبعا أن الإنسان إذا زار أخاه في الله تبارك وتعالى حبا في الله تبارك وتعالى فهو يمشي في خرفة الجنة، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف في هذا الباب ويعرفه كل الناس: ذلكم الرجل الذي خرج لكي يزور أخا له في الله في الجهة المقابلة من المدينة، فأرسل الله تبارك وتعالى ملكا على مدرجته أي في طريقه، فقال له: أنت تذهب إلى ذلك الرجل، هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل عندك من شيء تقتسمه وإياه؟ فقال: إنما أزوره لوجه الله، حبا في الله. فأخبره الحبيب صلى الله على الحبيب، أخبره الملك أنه ملك أرسل من قبل الله تعالى ليبشرك في طريقك وأنت في اتجاه أخيك أن الله يحبك لمحبتك لإخوانك أو لأخيك. هذا زاره في المدينة، فكيف بإخواني حملة كتاب الله تعالى الذي جاءوا من مدينة ميدلت؟ جاءوا ساعات طوال عبر الطريق فتحملوا ما تحملوا من مشاق، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على صدق المحبة في الله، هي التي تيسر كل أمر عسير وتجعل كل عمل عظيم يسيرا بالنسبة لهم، لأن الدافع هو حب الله تعالى، وهذا ينسيك كل المتاعب. فجزاهم الله خيرا وجعلهم من أحباب الله في الدنيا والآخرة، وجعلهم من أئمتنا في الدنيا والآخرة، ورفع الله قدرهم. وفي أشخاصهم ونيابة عن كل إخواننا الأئمة نقدم تشكراتنا ودعائنا لهم باليمن والبركات لأئمتنا في كل المغرب وفي كل العالم الإسلامي، لأن الإنسان إذا أراد أن يعتز بشيء فليعتز بهذا الدين وليعتز بهذه المهمة. أقسم برب الأرض والسماء لا توجد هنالك مهمة أشرف عند الله تعالى من إقامة الصلاة في الناس والإمامة بالناس في الصلاة ووعظ الناس. هذه فئة مباركة طيبة يحبها الله، يحبها رسول الله، يحبها المؤمنون. هذه مسألة لا خلاف فيها. كثير من الناس يقول لك: يا أخي لا ينبغي أن نعمم، إذا أردت أن تتحدث عن الأئمة فتحدث عن أولئك الذين ثبتت فيهم بعض الانحرافات. قلت لأحد الإخوان وهو يحدثني عن هذا الأمر: شوف يا أخي، الله يجازيك بخير، الشاذ لا يقاس عليه، إنما الشاذ والاستثناء جاء ليؤكد القاعدة. أهل الله حينما نتحدث عنهم نتحدث عن انطلاقا من كتاب الله وسنة رسول الله. رسول الله يقول: أهل القرآن هم أهل الله، فهل بعد كلام الله ورسوله كلام؟ إذا تحدث عن إنسان يفعل كذا وكذا نقول هذا خرج من الإمامة أصلا، فلا ندخله ولا ندرجه في هؤلاء، لأن الإنسان الذي يحمل كلام الله في صدره، الفرق بينه وبين النبي فقط أن النبي أوحي إليه، وإنما يدرج في صدره الوحي الذي أدرج في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه مسألة متفق عليها. وفي المغرب بإذن الله تبارك وتعالى عبر تاريخ المغرب الإسلامي كان لهذه الزمرة، كانت له منزلتهم وكانوا موقرين، كان الناس يجلونهم. أنا سنوات في البادية كنا نقدر ونوقر الإمام توقيرا عظيما،
فكان الناس لا يأكلون شيئا جديدا إلا إذا بدأوا بالإمام، حتى في مسألة تقديمه، في مسألة أكل الطيبات، في كل شيء يقدم الإمام، في الأعراس، في المناسبات، هو الإمام، هو الذي يرجع إليه مفتاح الجماعة كلها، لأن الناس ترى فيه إماما، قدوة في الخير، داعية للخير، هكذا كان. فلماذا أصبح الإمام عندنا وقد تغيرت الأحوال ونزلت هذه المنزلة فعلا عند الناس، أما عند الله تعالى فهي تزداد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا الذي وصلنا إليه اليوم، نسمع عن أئمة في مسائل كثيرة، مسألة المادية، مسألة الوظيفة، في مسألة خطيرة جدا، أن يسجن الإمام، أن يعتدى على الإمام، أن يضرب الإمام، هذه مسألة خطيرة، هذا ضرب في هوية الأمة، لأنك حينما تسيء إلى إمام فأنت لا تسيء إلى الرجل، أنت تسيء إلى الوظيفة التي يعنيها ويؤديها ويرمز إليها. ولذلك في هذا الإطار، ولما نالت هذه الفئة مما نالهم من التنقيص والتبخيس في هذه الآونة الأخيرة، هنالك الكثير من الغيورين ممن لم يرضوا أصلا بهذا الأمر، فقاموا وأنشأوا ما يسمى برابطة، رابطة الوطنية لأسرة المساجد، أسست خصيصا لتجمع هذه الأسرة، فهي أسرة القرآن، أسرة العلم، أسرة الدعوة، أسرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانت هذه الفئة في المغرب هي الوحيدة التي ليس لها تنظيم وليست لها جمعية ولا رابطة ولا ودادية لتدافع عنها، بحيث نرى أن كل جمع، كل من له عمل شريف أو غير شريف، إلا وانتظم في إطار تنظيمي يدافع عنه، كنت أقول حتى الراقصات يجدن من يدافع عنهن، عار هذا والله عار. إلا الأئمة المساكين، إذا نزلت مصيبة بأحدهم سواء قدرية من السماء أو مصيبة أخرى أصيبوا من قبل إخواننا في الدم، لا يجد من يدافع عنه، وهكذا يسقط الضحايا الكثر ولا يلتفت إليهم أحد، يطردون من المساجد، يطردون من الوظائف، تنزع عنه عياذا بالله ذلك القليل الذي يعطى له، إمام هو موظف وغير موظف، موظف في مسألة تأدية الواجبات، بحيث يتابع في مسألة الحضور إلى الصلوات متابعة حثيثة، فإذا غاب جاءه الاستفسار الكتابي، أما قضية الحقوق فلا يتحدث عنها، إذا أكل، إذا ظلم من قبل هؤلاء الذين يعملون في هذا الإطار، أي التوجيه، من يوجه هؤلاء ويحمل مسؤولية في المندوبيات، لا تجد من يدافع عنه. فأنشئت هذه الرابطة التي حملت على عاتقها أن تجمع هذه الأسرة وأن تجعلهم أفرادا ينتمون إليها ثم تدافع عنهم، وسطرت لذلك مجموعة من الأهداف، أنا أريد أن أقرأ بعض هذه الأهداف فقط. القانون الأساسي للرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، هنالك بعض الأهداف، هنالك العناية بأسرة المساجد ورعاية حرمتهم، يا أخي رعاية الحرمة، القرآن آية واحدة خير من السماء والأرض، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيم كتاب الله تعظيم أهل كتاب الله تعالى وتوقيرهم، فلا خير في أمة لا توقر أهل القرآن. إذن العناية بأسر المساجد ورعاية حرمتهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية، والأوضاع الاجتماعية فيها الأوضاع المادية فيها، بحيث سبحانك ربي سبحانك، هذه الفئة هي الوحيدة التي ليست لها انتماء وظيفي قانوني بموجبه تحصل على جميع ما يحصل عليه الموظفون في مختلف الإدارات بمختلف الوزارات. هذه الأولى، القيام بأنشطة علمية وثقافية وفنية واجتماعية ذات الصلة. ثم هنالك الكثير الكثير من هذه الأهداف يمكن الاطلاع عليها في هذا القانون الأساسي. هذه المسألة الثانية، أسست هذه الأسرة، وعن تأسيس هذه الأسرة أقول أولا، إن من فعل هذا فله إن شاء الله أجر السبق في عمل الخير، هذه أولى،
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثانيا تشرف هذه الجمعية وهذه الرابطة تشرف بكونها تخدم أهل الله، فيكفيها شرفا أن تنتدب نفسها ووقتها وجهدها من أجل الدفاع عنها. ثالثا أنها تدافع عن من لا يجد من يدافع عن نفسه، هؤلاء يعني مكشوف الظهر تنزل عليهم الضربات من كل جانب فلا يجدون من يرد عنهم. فلذلك يقول الحديث القدسي ولا أدري مدى صحته: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا إلا هي. يعني أن الله يشتد غضبه على من يظلم من لا يجد ناصرا غير الله، وأنا أجد أن هذه الفئة فعلا لا تجد ناصرا إلا الله تعالى، ولذلك فهي تتحمل مسؤولية هؤلاء الذين لا يجدون من يدافع عنهم فيزداد أجرها. والرابع إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذه الجمعية ولا الرابطة تدافع إن شاء الله تبارك وتعالى عن حقوقهم وتستمر في ذلك حتى تحقق إن شاء الله تبارك وتعالى من تأسست من أجله. هذه المسألة الثانية. الثالثة: هنالك مجموعة أيضا من الأهداف أو المطالب التي لازلت لحد الآن ملحة بالنسبة لهذه الشريحة، وقد سطرت الرابطة تاع أسرة المساجد مجموعة من هذه المطالب العاجلة، ونحن إن شاء الله تبارك نذكر بعضها. المسألة الأولى وهي إدماج هؤلاء في الوظيفة العمومية المتعلقة بالمساجد، فلا ينبغي أن يبقى هؤلاء دون وظيفة عمومية. هنالك من فعلا تحدثت مع بعض الناس، هنالك من يرفض هذا فيقول لك لا ينبغي أن نجعل الإمام كالموظف، سبحانك يا ربي سبحانك. يعني حتى في هذه الأسرة أو ممن يدافع عن هذه الأسرة تحدثت مع بعضهم فقال لا ينبغي أن نجعل هؤلاء موظفين، سبحانك يا ربي سبحانك، وكيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء وبأي طريقة يمكن لهؤلاء أن يحصلوا على حقوقهم؟ تخيل معي مثلا الموظف لحد الآن تعطاه هذه الأجرة بطريقة من الطرق، فتجعل ذلك الذي يعطي الأجرة كأنه هو الذي يرزق، يستقبل الإمام بطريقة عجهية، يخاطبه بغلظة وقسوة، وقد رأينا هذا موظف عياذا بالله يتعامل مع الإمام بهذه الطريقة. ها؟ يجب أن يضمن لهؤلاء كرامتهم، فلو كان لهؤلاء وظيفة محترمة ثم كان لهم أجر محترم وكانت هذه الأجرة تأتيهم مباشرة عن طريق نيميروتسوم كالموظفين الآخرين، لكان ذلك فعلا مما يحقق لهم بعض الكرامة التي نتادي بالليل والنهار من أجل أن يحصلوا عليها. ثانيا رفع وصاية وزارة الداخلية عن أئمة المساجد، هؤلاء ينتمون إلى وزارة الأوقاف، ينبغي أن يكونوا تابعين لوزارة الأوقاف، فإذا مثلا وقع وأرادت وزارة الأوقاف مثلا أن توقف أحدهم يعني كان لها من المبررات التي تستجمعها ثم ترسلها إلى سبحانك يا جليل. كان المسألة متعلقة بالمجال العلمي، فالمجالس العلمية هي التي تحقق في ذلك وتصدر قرارها، وإن كان الأمر يتعلق بالمسائل الإدارية فوزارة الأوقاف هي التي تتولى ذلك. أما أن تأتي وزارة الداخلية هي التي تقوم بعزل الأئمة فهذا ليس من اختصاصها، هذا ليس من اختصاصها. إذن فرفع وصاية وزارة الداخلية هو من الأمور الملحة. ثالثا يرجع كافة الموقوفين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم، هذا من المطالب تاع الرابطة تاع الأسرة، هنالك من فصلوا ولا يعرفون لحد الآن لماذا فصلوا لماذا فصل هذا الإنسان؟ أعطونا المبررات الشرعية، إن كان الأمر يتعلق بالمبررات الشرعية أعطوها لنا، وإن كان الأمر يتعلق بأمور أخرى إدارية أعطوها لنا، ولكن هنالك من عزل وفصل ولا يعرف لماذا فصل. هل عبد الضعيف؟ لا أعرفه الآن أنا لماذا فصلت. الحول ولا قوة إلا. رابعا تمتيع الأئمة والمؤذنين كبار السن من حقوقهم حفظا للكرامة، لأن هنالك من يعيش مؤذنا حتى يموت بيبقى الوسط ويطالب بأن يحضر لكي يؤذن للناس، وإذا غاب غابت حقوقه، ليست له أي حقوق لكي تضمن له الكرامة عند عجزه عن قيام وظيفته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. نفكر في حقوق كل الطبقات الأخرى
عند الكبار، لكن لا نفكر في هؤلاء الذين يقومون بهذا الواجب العظيم. ثم خامسا، حمايتنا من هجمات بعض وسائل الإعلام. ترون أن بعض وسائل الإعلام تتفنن في إيصال الأذى لهؤلاء، دائما تجد على الصفحة الأولى مثلا أن إماما فعل كذا وكذا، إماما فعل كذا وكذا، بالنبط الغليظ على الصفحة الأولى من الجرائد. سبحانك يا ربي سبحانك. سادسا، فتح المدارس القرآنية والعلمية المغلقة. سابعا، معادلة الشواهد القرآنية والعلمية بشواهد أخرى. ثامنا، طرح دليل الإمام لمراجعة بعض بنوده المجحفة في حقنا. الدليل تاع الإمام، هل ساهم الأئمة في إنضاج بنود هذا الدليل؟ لا، جاء من فوق ثم طبق. نحن نعيش الآن في المغرب بعد الدستور الذي تبناه المغاربة، ومع ذلك هؤلاء لم تكن لهم صفة التشارك مع تلك الفئات المختصة في إنضاج ما يسمى بالدليل الإمام. هناك أمور ينبغي أن يشارك فيها الأئمة. سابعا وثامنا تاسعا، وقف زحف متعدد الوظائف لشغل العمل بالمساجد. عاشرا، تطوير برنامج تأطير الأئمة ميثاق العلماء. 11، استقدام مسؤول كفء من أسرة العلماء لتولي منصب وزارة الأوقاف. هذه وارة، هذه شوية. لو أن هؤلاء تكون لهم الكلمة في اختيار وزير الأوقاف لقلنا إن هذه الشريحة قد وصلت فعلا إلى مبتغاه، لأن وزير الأوقاف ينبغي أن يمثل هؤلاء فعلا، يمثلهم علما وأخلاقا ورحمة. إذن هذا من المطالب إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن نتبناها كلها. النقطة إن شاء الله تبارك وتعالى الأخرى، وهي واجب الأئمة أن ينخرطوا في هذه الرابطة. فهناك بعض الأئمة لازالوا يخافون لحد الآن أن ينضموا إلى مثل هذه الرابطة، لأن الانضمام إلى مثل هذه التنظيمات التي تدافع عن الأئمة هاجس لا زال يسيطر على نفوس كثير من إخواننا من أهل القرآن، يخشون أنهم لمجرد أن يلتقوا بهؤلاء أو تشتم رائحة أنهم إنما يميلون إليها تأتيهم عياذا بالله، يخافون أن يفصلوا ويحرموا من رزقهم. على الأئمة وعلى القيم الدينيين أن يزيحوا هذا الهاجس، فالرزاق هو الله، وستبقى حقوق هؤلاء مهضومة ولا ينظر إليهم ما داموا مشتتين. نقولها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سألني أحد قال هل الأئمة يحتجون؟ قلت لقد تأخرت احتجاجاتهم، كان عليهم أن يحتجوا قديما، كان عليهم يحتجوا على وضعيتهم المزرية، لا أحد يفكر فيهم. ولذلك فالأئمة ينبغي إن شاء الله أن تصلهم هذه الرسالة، أن يجتمعوا في هذه الأسرة ما دامت كين هذه الأسرة، أن يجتمعوا ويتعاونوا، والله تبارك وتعالى مع الجماعة، وعليكم بالجماعة فإنما يكون الذئب من الغنم القاصية. والنقطة الأخيرة، وهي أنني بصفتي أنا ممن أعمل في هذا المجال، عملت لمدة طويلة، فإنني أضم صوتي إلى صوت هذه الأسرة وأشد على أيديهم وأدعو الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يحقق على أيديهم جميع مطالب هذه الشريعة، وأن يعز الله تبارك وتعالى هؤلاء بعز دين الله تعالى الذي يعزونه. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجمع هذه الأسرة على محبة الله ومحبة رسوله، وأن يجعلنا إن شاء الله من الدعاة إلى الخير، وحصنا حصينا لهذا البلد ولهذا الدين في هذه الأرض الطيبة المباركة. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى على وعلم، والحمد لله رب العالمين.